خلينا نعترف ان في موضوعات بتشد الناس جدا، ومنها طبعا الموضوعات المتعلقه بالراجل والست. دايما النوع ده لما بيتعرض في اي برنامج بالبلدي كده او باللغه العاميه بيقولوا عليه بيبيع نفسه، ولكن مع الاسف النوعيه دي من الموضوعات بقت بعض البرامج بيستخدموها بس علشان يتصدروا الترند ويحققوا شهره واسعه جدا، حتى لو كانوا هم شخصيا مش مقتنعين بالكلام اللي بيقولوه. ونتيجة ده إن الموضوع بيوسع وبيتحول لخناقة ومشاكل على السوشيال ميديا، بالظبط زي اللي حاصل بقاله كام أسبوع ما بين أنصار الرجالة وأنصار الستات، وكل طرف منهم بقى شغال على إنه ينصف الطرف اللي هو في صفه ويجي على الطرف التاني. وبقينا نسمع كلام غريب جدا علينا، كلام من نوعية الست إزاي تعامل جوزها والراجل إزاي يعامل مراته، وكأننا مثلا إحنا لسه مكتشفين فكرة الجواز دي حديثا، أو كأننا مش عارفين الصح من الغلط. وفي النهاية كل اللي استفدناه من الخناقة دي إن السوشيال ميديا بقت شبه ساحة الحرب بين الرجالة والستات، والحقيقة إن ده كله حصل بدون أي سبب، ومفيش مشكلة أصلاً عشان تحصل الهيصة دي كلها.